Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzihim fihi mukhtalifun kalla sayalamun Thumma kalla sayalamun Alam naj'alil arda mihada Wal jibala awtada Wa khalaqnakum azwaja Wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Inna yawmal fasli kana miqata Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja Wa futihatis sama'u fakanat abwaba Wa suyiratil jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada Littaghina ma'aba Labithina fiha ahqaba La yadhuquna fiha bardaw Wala sharaba Illa hamimaw wa ghassaqa Jazaa'aw wifaqa Innahum kanu la yarjuna hisaba Wa kazzabu bi ayatina kizzaba
wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah fadhuqu falan nazidakum illa azabah inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكوارب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها
ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa shiyatan aw duhaha. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.